انا اللي لوت الشط والبيئه واخدت مصريات الناس، وانا اللي فقرتهم وصدرت صحتهم وصحه اولادهم. انا اتفاجأت بقرار لمحكمه التمييز بموضوع التحقيق العدلي، رد اخر طلب ممكن يوصلنا للعداله، وبالشكل بقرار متناقض مثله مثل غيره. ما بس ياسي يكون فاسد، بس قاضي يكون فاسد لا، لانه هذا ما في عداله ما في اوطان ابدا. بالتحقيق العدلي علينا مع نيابه عامه تمييزيه متواطئه، لحد هلا عجزنا انه بس نقدم شكوى تتسجل، حقنا الاساسي سجلوها، وعنا 28 واحد مدعى عليه عملوا المستحيل لما يكونوا مدعى عليهم. جينا نحن على التدقيق الجنائي، اوكي نحن مع التدقيق الجنائي للاخر، ولكن انا ليه بدي روح ترجى شراك خارجيه ودول خارجيه ليدعوا؟ وين القضاء؟ هيدا موضوع لازم القضاء يتحرك فيه قبل ما روح ادفع مصريات الناس لشراك تدقيق واخدهم وجيبهم المسرحيات. نصة وحدة ثورة على القضاء الفاسد. ما عم نقول ما في قضاة قوادم، ولكن اليوم ما بتكفينا الأودمة، منا الكاب، منا قضاة جريئين يحكموا باسم الشعب اللبناني، منا نيابة عامة تمثل حقوق الناس والحق العام، مش تتآمر عليهم تتواطأ مع الفاسدين والمجرمين. وبعدين زيادة على القرارات، غرامة مليون، غرامة مليون، غرامة 800,000 قدح وزم دعاوى ضغط. طلعنا نحن الفاسدين وطلعوا هن الملائكة. ما رح نقبل بعد اليوم انه يصير فينا هيك، خسرنا كل شيء. شو صار بالعدالة؟ يا جماعة انتو حلفتوا يمين يا قضاة، عم تخونوا اليمين كرمال الشكل والقناعة والوضيعة اللي عندكن لتحموا اللي لحطوكن ببراكزكن وتعطوهن سك برا. بتروحوا بتفتشوا على أي مخرج ولو كان قانونيا ضعيف لتردوا قرارات بحجم التحقيق العدلي، التدقيق الجنائي، أموال الناس انهبت وأنتم متواطئين. روحوا شوفوا القصور والعقارات، روحوا شوفوا الأموال اللي عم تاخدوها باسم الشعب اللبناني. لا لهونوا بس، ونحن رح نكون أول ناس عم نواجهكم. يطلعوا قضاة النازيين يبلشوا الثورة من جوات القضاء. هيدي خطوة تحسينية، ستة على بأس العدل، تاني مرة فايتين على نص النيابات العامة التمييزية والمالية وغيرها، فايتين على نص أوكار الفساد وعم نحذر. لهونوا بس، طفح الكيل. كفى كفى كفى.